بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معالي الأخ الرئيس، منذ 4 أيام فقط الكويت لحظة احتفلت. لو سمحت أنا باسمك راح ناخذ كل واحد بيقعد بمكانه ما لم يكن هناك. زين بطلاق أرجوك خليك مكانه، طول بالك، يمنع إلا إذا قرار مجلس. آسف أبو طلال، أرجوك تفضل. معالي نائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كنت أقول بأن من 4 أيام فقط الكويت احتفلت بالعيد الوطني ويوم التحرير، وفي غمرة هذه الاحتفالات والنشوة الوطنية العارمة اللي اجتاحت الكويت كبيرها وصغيرها، يأتي النائب عبد الحميد دشتي ليعكر صفو هذه الاحتفالات بالإساءة إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية. وأنا أحب أن أؤكد بأن يشهد التاريخ بأن هناك أفراد وجماعات ودول حاولت، ولكن كان حصيلة محاولاتهم خيبة الرجاء. اللي أود أيضاً أن أؤكده بأن أي واحد يحاول الإساءة للعلاقة المتميزة بين الكويت والمملكة العربية السعودية عليه أن يفكر ثم يقدر ثم ينظر إلى عمق العلاقة. التاريخ يشهد والأيام بأن في الشدة والرخاء، في اليسر والعسر، كنا شعبين وكنا بلدين نساند بعضنا البعض. وخير دليل على ذلك انطلاقة الملك المؤسس عبد العزيز رحمة الله عليه من الكويت منذ 115 سنة لاستعادة حكم آبائه، ومنذ 25 سنة سخرت المملكة العربية السعودية أراضيها وإمكانياتها جميعاً لعودة الشرعية لدولة الكويت. هذه المنطلقات اللي نستند عليها في العلاقة. يا أخوان، لست في حاجة إلى شرح الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحديات الأمنية اللي تحيط فينا، لكن شلون نواجهها؟ نواجهها في تماسكنا كمجتمع كويتي، ونواجهها في تضامننا مع دول مجلس التعاون إخواننا وأشقائنا، لننطلق سوياً لهذه التحديات. الإساءة إلى المملكة العربية السعودية هي إساءة للكويت قبل أن تكون للمملكة، وهذا أمر لن نرضى عنه ولا عليه. بالتالي الحكومة جادة وحازمة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء إلى علاقاتها مع الدول الشقيقة. فأؤكد بأن كل ما نقوم فيه هو دفاعا عن الكويت أولا قبل أن يكون عن دفاع عن أشقائنا في المملكة أو أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون. شكرا معالي الأخ الرئيس.